يا سلامي باسم يا من على روسك حطان محلفنا عروة العز والحلف القوي الخوي في جنبنا لا يضام ولا يهان نحتضي بالطيب ليبان ما جوب الخوي سلامتكم سلام عليكم سلام ما جريت الله يعافيك ما جريت يا الله يعافيك والسلامة ومبروك ما سعيتوا فيه الله يبارك فيكم المنا سلامتكم سلامتكم أنا اخوانكم يا طول العمر من محلف يام ونعم وانتو صبيان محلف حمران عيون ما عليكم زود تستاهلوا العلم الغانم وتفعلونه وانتم هل يطلع عمرك الاوله اللي عرضتوا مالكم يطلع عمرك لنا وشيئين يطلع عمرك عارضين حطيتونا اياه وشيئين عرضتوه في مواجيبنا اللي عندنا عند ولد ابو ناصر اللي هو انت يا ابو هذال والباقيين ونعم ما عليكم زود اقبلنا عليكم اذا الربع اللي تشوفون ومعنا سعيد اليامي تعرفه ونعم معروف الربع ذولا يضمر منهم 20,000 وسعيد اليامي منها 2,000 إن كثير بتستاهلونها وإن شوي في تكملها المحبة والخوة اللي بيننا وبينكم وفيها سلامة الجميع سلمتوا مرحبا ومسهلا والله يحييكم جيتكم عندنا هي أكبر كرامة وتشريفكم لنا هو تاج على الرأس وفخر وأنتم من قبيلة العزيزة ولا نستغرب منها الشيء هذا ودائم سباقة للطيب والمرقلة ولا حد يلحقكم فيها واما طال عمرك زود اما طال عمرك العطا وبابه والله العظيم نحن مسكرين هالباب واللي خلق نحن مسكرين هالباب لا من قريب ولا من بعيد صلاه على النبي ومرحبا ومسهلا صلاه على النبي صلاه على النبي اللهم صل عليه وسلم قل لا اله الا الله الف من ذكره احنا اخوياك وقصراك ولا تعتذر من جماعتك ولا اللي قريب منك فلا حملنا عذر وشيء جبناه ما عاد احنا مرجعينه ولا تكثر لا في رضا الله هذه الأولى الثانية فنطلب أن نلتمس العذر منكم حين أخينا والله أن ولده متزوج من ورانا والرب ذلك كلهم دارين ودارين يطمرك أبو ناصر وعارفين الوضع والله العظيم من زواجه ورانا ولا عنده في زواجه غير رأسه ويمكن معه 2 أو 3 وحنا جايين نطلع عمرك لتقدير لكم ومحبة وفيها سلامتك سلمت الله يذمن أخطاءكم والله يحييكم وأما عذركم واضح واما العطيب على الطلاق يا ابو ناصر يا ابو ناصر صل صل على محمد يا ربع يا عبد الله عبد الله يا اخوي لحظه ايش تفضل يا ابو هذا ابو هذا تدا يا ابو هذال صلوا على النبي يا جماعه يا جماعه يا ابو هذال يا ابو ناصر يا ابو ناصر صلوا على النبي يا ابو هذال قولوا لا اله الا الله صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد يا ابو هذال صلوا على محمد قل لا اله الا الله لا اله الا الله ما احنا رايحين يا طول عمرنا عنا منك وتردونا رجعنا من حاجة ما هي الا رمز صلوا على رسول الله الامور ذي كلها يا طول العمر هي ما هو الا رمزها رمزها اخير منها وعنوتنا لكم لازمكم تقدرونها صلتوا على محمد شيء جنابه يا ريعاه ويا منقوده ما احنا قاعدين نقطع بيننا وبينكم نختلف على الناس اللي غير واللي احنا بنقول نسالك بالله سالك بالله سالك بالله انت راجع عدك في مكانك صل على محمد صل على محمد قل لا اله الا الله لا اله الا الله هذا شيء هذا شيء على محمد ما هم ما هم ما هم ما عز الله العزيز الحمار اكبر رده انت اسمعوني نافذ رجليكم انت اسمعوني دقيقه نافذ اخشوم ونافذ رجليكم اسمعوني 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 ابو ناصر وانت واخوان والله انه يا مر على العيال ويا مر على الحلال اسمعوا 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 وانا طلق مسكر الباب ذا وابو ناصر ما يرضى يفتح علي الباب هذا لاني لو فتح علي الباب هذا انفتح علي بيبان واجد انفتح علي بيبان واجد الغيره وانا بحلف الرجال لغيركم وانا بحلف والحلف صعبه لان حلفت الرجال لغيركم اني ما خذيته من قبله فجرت وانتم ما ترضون على الفجر وابو ناصر بيلحقني وبيلحق في امورنا اكثر من كذا صلوا على محمد بيلحقني في امورنا اكثر من كذا وبيعيني وبعينه في امور ثانيه وهو ذخر لي وهو سند وهو بنك لي بنك اللي وافي ماني بعينه شي يقدمني وانتم طال عماركم لا جياتكم هي اكبر كرامه واكبر عطيه واكبر مشاركه تو الناس وانتم جملتم ولكن ما ترضون علي بالفجر تو المسلمين وانا ما ابغى افتح علي باب للناس وانتم مقدرين وشيوخ عرب وعارفين وفهمانين ما انتم من الناس اللي
نقول انتوا تقدونا وتعلمونا الطرق وسالين الطرق قبلكم، هذه سلامتكم. وان سالم صلاه العلم. وان سالم اول شيء الله يبارك لكم ويبارك لكم ان شاء الله. احنا والله العظيم ودنا، والله منا لبيت الله ودنا ما رجعت. انا ولكن انا عارف، ولكن بيض الله وجيهكم والحال واحد، والله يبارك لنا ويكم. والله ويك يعافيك الجميع ان شاء الله. اقعد 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 مرحبا ومسهلا. اقعد اقعد عندنا هذا لضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها نصيب. اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد الابه اللي على العنوان باس شديد. يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الواد خضرا ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزيد. ضيوف الليل فونا واحضروا بالوعد في ليله كانها بحضورهم ليل. عند ابن هذا لضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها نصيب. اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد الابه اللي على العنوان باس شديد. يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الانواد خضراج وعداد ما هزت الانواد خضراج ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزيد. ضيوف الليل فونا واحضروا بالوعد في ليله كانها بحضورهم ليل عيد. عند ابن هدان راع الطيب وجه سعد. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد. عند ابن هدان راع الطيب وجه سعد للمراجل جعلها كلها نصيب. اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد الابه اللي على العدوان باس شديد. يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الانواد خضراج وعداد ما هزت الانواد خضراج ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزيد. ضيوف الليل فونا واحضروا بالوعد في ليله كانها بحضورهم ليل عيد. عند ابن هدان راع الطيب وجه سعد. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد. يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد. عند ابن هدان راع الطيب وجه سعد للمراجل جعلها كلها نصيب. اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده. ارحبوا السلام عليكم. سلام مجوري. سلام الله. باش كل وحاله حالكم طيبين طيبين العايدين البايزين
سلامة الجميع. كثر دعوتكم دعوة من ربع الغلاح ورجلنا عذر في الوصول إلىكم وقبلنا عليكم معاونة ومسلمة وذرج قبيلة الشمال علي توجيكم معهم دعود وغدا يجيب معه بجواه وجانا خبر من حمد بن سليمان إنك حلفت هذا ولا جاكم شر. مرحبا الله يحييكم الله يبقيكم. مرحبا مرحبا انت رحيب الحياة الله يبقيكم. انتو غالي وجيتكم وتشريفكم لنا هو اكبر كرامة واكبر مشاركة وانا والله اني معلم ابو نايف ان الباب هذا مسكر والله العظيم يا كرب اكبر كرامة انها جيتكم ومرحبا والله ومسهلا. تسلمون خلنا يا طول العمر عندنا لزوم وعندنا عشاء وعندنا مال فرجال علينا عند شايبنا مهشي محمد بن الظهر والله ما لنا في عذر والله بعذر منكم يشهد الله شهادة حق نرجوكم السموحية والعذر ولا جاكم شر ولا اياك. صل على محمد الله يسلم ويسلم عليه. حنا عينتوا رغبتنا وعينتوا شفنا فحنا طال عمرك مشاركتكم لنا ووجودكم معنا هو اكبر شيء. وكان عندكم لزوم حاضي فهذا شيء لباب الله. صلوا على النبي اللهم صل وسلم. احنا جاتنا دعوتك يا ابو هذان مثل ما تفضل ابوي الله يعطيه العافيه وحلفت علينا ومنعتنا من اللي في خطرنا واجب احنا نسويه وفرض علينا مثل فرض الصلاه ولكن الدين اللي سمعته منك والله انه احرجنا وانتم تعرفون لكم علينا حق ومطاليق وما يقدم ربعك وعلومك غانمه ولكن الدين اللي سمعته تمثلت لي ولكن الشيخ سليمان بن سعيد وجماعته أهل نسيم أهل علي عبيدة عيوا وصروا إلا بإحضار كرامته معهم إليكم ولا من طرف أنا فأنا تمثلت الأمر اللي سبق الدين اللي سمعته منك ولا الحقيقة إن واجبكم كبير علينا وإني ودي إني مشاركن في نفعة الغمار وهم يعتبرون طال عمرك عيالنا وانت يا ابو هدال مطينا دائما تشارك ولا ما جينا نبغى نشارك سكرت علينا البيبان ولكن الحقيقه ما نقول لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير انه على كل شيء قدير. الحقيقه مثل ما تفضل الوالد ورانا ارتباطات ورانا زواجات ورانا ملاف رجال بيلهون علينا والله لو عندنا فرصه انها سعد السرات مجلس معكم لو عندنا فرصه انها سعد السرات مجلس معكم ووقف معكم واستقبال الرجال اللي بيجونكم ولكن نضرب العذر من الله منكم هيا وسلامتكم. سلمت مرحبا ومسهلا يا ابو نايم انت دايم وربعك مكرميننا في كل حال وانتم سباقين للمراجل ولا حنا اللي على اثركم في المراجل وانتم حالكم زودنا في ذلك ولا يبغى ريبان منكم وانتم تفعلون الطيب وحنا انت فجرتني يا ابو نايم ذلحي انت فجرتني طال عمرك ولا رايك خليني اقول لك نبدا خشب ولكن معادي براد ذبحتكم وانتم قد جيتوا بها اما انا اي والله انك فجرت يا ابو نايف ولكن انا القعود اللي جيت به صلى على النبي القعود اللي جيت به ما هم مني من الشيخ سليمان بن سعيد وجماعته انا مستمثل الامر اللي سبق منك وعلمتك انا والله انه اللي جابه ولا عندي شيء جعلك تسلى ما انت والشيخ وجماعته ربع وانت والله ما نلحق على شيء من جزاء. تفضل الله يحييك عندنا هذا لضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها نغصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا ولد الابه اللي على العنوان باس شدي يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الانواد خضرا ترحيب صافي ولونه مثل لونه عند ابن هذا لضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها نغصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا ولد الابه اللي على العنوان باس شدي يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الانواد خضرا ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزيد ضيوف الليل فونا واحضرهم الوعد في ليله كانها بحضورهم للعيد عند ابن هدان راع الطيب وجه السعد يا مرحبا بالقريب ومرحبا
شراب يا اهل الطيب عودا ولد الابا علي على العدوان باس شديد يا مرحبا العيد الاول ببرق وعد وعداد ما هزت الانواد خضرا جديد وعداد ما هزت الانواد خضرا جديد ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده السلام عليكم. السلام. مساكم الله بالخير. بالنور. ماجورين كلهم باسمه. الله يبقيك. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. ربعكم على الحمد آل شابوه مقربين عليكم مشاركين ومباركين. ونقول للمعاريس الله يبارك لهم ووفقهم الحظ الطيب. ويعذروني شيباني يوم قدموني خدمهم الكلام وخدميني بالفعل. مطاليك. والشيء الثاني الجماعة يعتذرون منكم. والله عندهم زواج ذا الليل ولد الشيخ. ولا كان بيجوا معنا على رسم الشيخ. والشيء الثالث معنا مدت لكم حاشي وخمسة آلاف إن كانها شوي فعذرونا وإن كانها واجد تستاهلونها. ويا أبو هذال ما جناب علي الطلاق ما يرجع منه شيء. والشيء الثاني حن مرتبطين وعندنا مناسبات والله ثم والله ما يكتب إن إلا عشاكم ذا الليل. سلامتكم. مرحبا الله يحييكم مما مشاكم لنجيتوا ومرحبا وانتوا غالين ومن ربعين غالين وجيتكم هي اكبر كرامه واكبر مشاركه لنا وان هذا لا يستغرب منكم الوفاء وانتوا هلا وانتوا طال عمرك مقدمين في كل شيء ونفتخر بكم اما من طرف طال عمرك الكرامه ولا ذبيحتكم ما عاد مردينها يا ابو حسن واما من طرف انا طلقت خليني بقول لك ابو حسن انا طلقت من هذول ما جيت وهتلم اسمعني يا ابو حسن لحظه ربعي اللي خادميني لحظه انا ابدا خشمك انا ابدا خشمك هذا الكلام من هذول والله على الطلاق ما ترجع على الطلاق ما ترجع الكلام خلي شوي يا ابو حسن انت رجال وموم وتقنع بالدين الكلام انت يا ابو حسن لا تقول شيء من هذول طيب خليني بقول والله ما خليني بقول والله ما طيب خليني بقول ولا جناب انت ناسب طيب خليني بقول لك بس اسمعني ابدا خشمك ومع خشم اللي تبيع على خشم اصبر نبدا خشمك انت اسمعني ثم اللي تبيع على خشم اول شيء
والله العظيم اللي ما يحلف الا به. يا هذا الباب اللي مسكره وانت ما ترضى علي تفتح باب لان رجال بيحلفون يا ابو حسن. اسمع اسمع انت كفو شيخ ولا شيخ وانتو شيوخ اسمع اسمع شايفين هذا خشب والرجال بيحلفوني وانا والله ما فتحت على ذا الباب وانا دخيل الله ثم دخيلك ما تفتح لي ذا الباب. اسمع 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 خلنا اقول لك خلنا اقول لك خلنا اقول ما في حاجة يا ابو حسن هذه سم ابوانا وجدانا ولا انت برادني يا ابن هذول يا ابو حسن يا ابو حسن يا ابو حسن يا ابو حسن انت ورافعك شوفنا ابدا خشم والله العظيم هم والله العظيم ان الباب مسكر وانا بيحلفوني رجيل بقينا قبايل وقد جوني وقد حلفوني انك ما اخذتها من احد من قبلنا ولا بتاخذها من احد من بعدنا ولا انت براضي. يا ابو حسن انت شيخ وتعلم الرجال مو بيعلمون انت كفو وحصان واد حصان ولا تفتح اسمع نبدا خشمك والله العظيم والله العظيم يا ابو حسن والله والله انا مسكر وانا بحلف حلفت على الدين والدين تاخذ بالرقاب وانتم شيوخ وتعرفون الكلام هذا ولا تفتح علي ابو حسن واكبر كرامه واكبر معونه جيتك انت وربعك تاج لي على الراس وفخر عند ربيع وعند قبائل والله العظيم هذا اللي حصل. ما ودنا نطول الجدال حلاك ان خذيته وان خليته وانا قد ظهر مني دين ولا انت براد انا والله العظيم اني مسكر على شلامك. اسمع اسمع يا ابو حسن والله العظيم لو اني باخذها من احد من بعدك ولا قد خذيتها من احد قبلك اني لاخذها ومرحبا وما سلم وقلطوا مرحبا وما سلم اقلط اقلط ويرجع عندنا هذا لضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها نصير اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعبه اللي على العدوان باس شدي يا مرحبا عندنا وفي برق الوعد وعداد ما هزت الانواد خذ راجل وعداد ما هزت الانواد خذ راجل ترحم تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر اللي ترد الجهم كل بلا جنة انتحاري في يوم قرع الطبل اللي ترد الجهم كل بلا جنة انتحاري في يوم قرع الطبل اللي ترد الجهم كل بلا جنة انتحاري في مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا لاد مسرد سلام تسليمة الأعداء جاري تنصر رجال الزحل يا ارحبوا 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 عليكم السلام عليكم السلام مساكم الله بالخير بالنور جاتنا دعوتكم يا ابو هذال وجعله مبروك زواج هذال ومحمد الله يبارك فيك وجوك ربعك على الجرو ب10000 ريال مساعدة لكم في زواجكم وسلامتك وسلامة من يسمع سلمت مرحبا وما سهلا أول شيء كرمتنا وناموسنا هو جايتكم وانتو طال عمرك تاجن على الرأس ونقتدي ببعوفه
واما من طرف العطا بابه والله اني مسكره يا ابو محمد، والله يا ابو ابراهيم اني مسكره، واني ما خذيته صل على محمد والله ما خذيته من احد، لا باخذها لا خذيتها من قبلكم ولا باخذها من بعدكم، وانتم اكبر كرامه واكبر مشاركه جيتكم عندنا. قل اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، نصلي عليه والله عليه. ورانا زواج ذا الليل ونحن ما دينا الا مودين ومحبين في مشاركتكم، وعطانا ما نبغاكم تردونه، وعفاك ولا شر جاك. صل على محمد، والله ما اخذنا من احد قبلك يا ابو محمد، ولا اخذنا احد ولا بناخذ احد من بعدك، واكبر كرامه واكبر مشاركه جيتكم، هاي اكبر مشاركه واكبر كرامه، والله ما اخذنا. وتفضل اللهم صل على محمد، ما انا عليك الا الله، انا خذتها من غيرنا تاخذها والله يا ابو محمد ما اخذنا، ما انا عليك الا الله، والله ما اخذنا لا من قبل ولا بناخذ ولا اخذنا. تفضل هذا الربع على الجلوه له واله. ونعم ونعم، مرحبا ومسهلا. عندنا هذا لضاع الطيب وجهه، سعدا للمراجل جعلها كلها لا وصيل، اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا، ولد الابه اللي على العدوان باسم شدي، يا مرحبا عندنا وفي برق وعد وعداد المهاد. عندنا هذا لضاع الطيب وجهه، سعدا للمراجل جعلها كلها لا وصيل، اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا، ولد الابه اللي على العدوان باسم شدي، يا مرحبا عندنا وفي برق وعد وعداد ما هزت الواد خضرا جري، وعداد ما هزت الواد خضرا جري، ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد، واحلى من السكر الحالي اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا،
رجاله اللعبه اللي على العدوان باسم شديد. يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الواد خضرا جيد، وعداد ما هزت الواد خضرا جيد، ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السم. عند ابن هذال ضاع الطيب وجهه سعدا للمراد انا وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودة ولد اللعبه اللي على العدوان باسم شديد. يا مرحبا عندنا وفي برد وعد وعداد ما هزت الانواد خضرا جيد، وعداد ما هزت الانواد خضرا جيد، ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زيادة. Thank you.
وصل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعب علي على العدوان باس شدي يا مرحبا العيد الاول ببرق وعد وعداد ما هزت الواد خضراي عاليتنا وكرامتنا مشاركتكم وجيتكم. اما الباب والعطف والله اني مسكر يا ابو فالح والله ما خليته ما حد ياخذ منه. يا ابو هذا انا ما جيت من الشرقيه طال عمرك الا جينا اشارك وابارك وانا طالبك لا تردها. هذا من طيبك ومن وفاكم ووفا ربعك وانتم سباقين للمراجع ولكن والله اني مسكر ولا تطلع لي من الباب لاني لا خليته من اللي قبل ولا باخذ من البيت ولا تفتح لي باب لانه داعش من الامراض. مرحبا وقف والله يحييك. عند ابن هذال ضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها له وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعبه اللي على العدوان باس شدي يا مرحبا عيد نوم ببرق وعد وعداد ما هزت الواد خضراي. عند ابن هذال ضاع الطيب سعدا للمراجل جعلها كلها له وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعبه اللي على العدوان باس شدي يا مرحبا عيد نوم ببرق وعد وعداد ما هزت الواد خضراي. وعداد ما هزت الواد خضراي. ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزي بضيوف الليل فونا واحضر الظل وعد في ليله كانها بحضورهم للعيد. عند ابن هذال راع الطيب وجه السعد يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد يا مرحبا بالقريب ومرحبا بالبعيد. عند ابن هذال راع الطيب وجه السعد للمراجل جعلها كلها له وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعبه اللي على العدوان باس شدي يا مرحبا عيد نوم ببرق وعد وعداد ما هزت الواد خضراي. وعداد ما هزت الواد خضراي. ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده. وقف وقف ارحبوا يا رجال. عند ابن هذال ضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها له وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عوده ولد اللعبه اللي على العدوان باس شدي يا مرحبا عيد نوم ببرق وعد وعداد ما هزت الواد خضراي. وعداد ما هزت الواد خضراي. ترحيب صافي ولونه مثل لون البرد واحلى من السكر الحالي زياده يزي بضيوف الليل فونا واحضر الظل وعد في ليله كانها بحضورهم للعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نيابة عن راعي الحفل الشيخ مهدي بن هذال بن عويد المسردي وقبائل المساردة نحييكم ونرحب بكم جميعا فأهلا وسهلا بكم. حللتم أهلا ووطأتم سهلا. نحييكم من القلب تحية طيبة يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حباً ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاماً. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نقول لأبنائنا المتزوجين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. ضيوفنا الكرام، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا
أخونا محمد مفلح إبراهيم المسردي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ضيوفنا الكرام، الآن مع كلمة راعي الحفل الشيخ مهدي بن هذال بن عويد المسردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أصلة عن نفسي ونيابة عن قبيلة المساردة أقول للجميع: أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا ترحيبة المطر، وعيد الله عليكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والله يحييكم جميع. دعيناكم من غلاكم وجئتونا من وفاكم، والله لا يهينكم ويثمن أخطاكم، وسأل الله أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. وفي الختام أكرر الترحيب بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للشعر والشعراء حضور في حفلنا هذا. الآن قصيدة شعرية يلقيها عليكم الشاعر جمل بن محمد بن محبوب المسردي. السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. الربع عنزوا علي في قصيدة، وأنا والله كنت في بيشة توني جاينها الحين، ولكن يعذروني على قصر القصيدة. لاحت بروق الفرايد واستهل القصيد، وحنت بروق القوافي في مداراتها، واخترت من نخبة الأشعار شيء فريد، وسرقت خيل المعاني في مساحاتها. في لازمك يا مهدي حاضر على ما تريد، وأهل الوفا ما تغيب حسب عاداتها. باسم مهدي مرحبا مليون والله وزيد، ترحيب تنتقن الأنفس وغاياتها، بل اللي حضر من هنا واللي حضر من بعيد،
أقولها عن شيوخنا تحتمي ذاتها. ربعي بني مسرد زحول ضد الضديد، ذياب منحنت فالأرض هاماتها. هذا اختصار القصيدة والكلام المفيد من شاعر لا أعطاها محترهاتها. واختامها يا هلا والله وكرر وعيد، والله يحيي هلا طالها وجياتها. وسلامتكم. الآن قصيدة شعرية يلقيها عليكم الشاعر فرج ابن محمد المسردي، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميع، مبارك للمعاريس. حنا ويا الهذال يربطنا جيره ويربطنا. بسم الله ابدا وابتدي وابدا بها، وبيض النوايا ما بها شكات. ارهي على الهاجس وهد سيجابها وسرابها مسرا على مشهات. وانا وقفت ووقفتي يدرابها، لاقي لي بن بنا كفت الاثبات. في ليلة وانا حسبت حسابها، والعذر وظروف الزمن تحت حصات. للشيخ ابن هذال في الكتابها، الشعر هاجس والوفا وقفات. وانا رفيق رفقته ما شابها، ما شاب رفقة مخلف النيات. وانا رفيق رفقته ما شابها، ما شاب رفقة مخلف النيات. وهو ولد من صفحته يقرابها، فكات قيد الدين والضيقات. ومن دون ربعه وقفته يحكابها، وينوب عنها وعرف بالفزعات. وبالعقل والحكمة يفك انشابها، ويرفع لها فوق الاعلى رايات. اقولها ولا قلتها ما هابها، ما غير ابن عرهب لها يحضابها. هذال ابو عويد زبون الكايدات، ما غير ابن عرهب لها يحضابها. هذال ابو عويد زبون الكايدات، والشبل من ذاك الاسد يحفابها. ومن عاش بعده ذكره الطيب ممات، حاش المراجل واحتسال لتعابها. يفدونها اهل المرجله حزات، وذروه سنام المجلك مرقابها. تدحم بكتف وتعتلي الهامات، اخو شيخ وابن عم كفو يحضابها. وبيني وبينه ما بها خذهات، واختامها تسليمة من طيبها. طابت بها غزايز الجزلات، ريح الخزامة والنفل يزهابها. ويسبق نباها وفي حماها يبات. والله يبارك لك بهم والنابها، وانها تجم مني معك بالذات. السلام عليكم. الآن مع الشاعر هزاع بن عبد الله بن فرج المسردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا ثم أرحبوا يا ضيوف المساردة في بلاد المساردة، عند شيخ إني سد والربعة دائما. المشاركة قصيدة في الشيخ مهدي بن هذال، وهي ما تضيف له شيء، المعرف لا يعرف. سلام يا قمة طويق اللي على الأرض اشتهر، اللي خذا مكان تمحد سواه ينولها. اللي غدا معلم على طول السنين ومعتبر، ما هي دهاليس الضباع اللي وساعد حولها.
اللي غدا معلم على طول السنين ومعتبر، ما هي دهاليس الضباع اللي يساعد حولها. أعجبتني يا طويق يوم إنك تقدمت بعذر الشيال تحمول يعجز طويق شيل حمولها. طويق ما ضيع حقوقه للوفا وهو حجر، وشلون نجحدها وحن بالعين شفنا فعولها. شروة بن عرهب، شروة بن عرهب يافي ويا صلى من غيره قصر، بفعاله اللي في الزمن ما ينجحد مدلولها. لا حسبت عبادة الدنيا محاصيل وثمر، وقامت تحوش المال وقامت تحوش المال وتصره وسط بوسط حثولها. ينوم سربوعه هل الطالات ورموز الفخر، الحاتمية اللي يمينه بيحت محصولها. لحسبت عبادة الدنيا محاصيل وثمر، وقامت تحوش المال وتصره بوسط حثولها. ينوم سربوعه هل الطالات ورموز الفخر، الحاتمي اللي يمينه بيحت محصولها. ألاد مسرد عزوة تعرف مقابيس الظفر، أقولها ألاد مسرد عزوة تعرف مقابيس الظفر، أقولها وكل القبائل شاهده وتقولها. مثلهم اللي في المواقف ما يحسب للخطر، عم المراجل درعنا اللي مستريس زحولها. نسل الفهود اللي لهم شان وكبير ومعتبر، اللي على الناموس والعليا تعن خيولها. مدت يمينه تغني اللي يشتكي جور الفقر، ومن دون ضيفه ما يصك أبوابها بقفولها. يا محرق الكنبود، يا محرق الكنبود والجاوي على جمر السمر، وبن اليمن لا فاح ريحه جاك ضيف ليولها. أنا مدحتك يا الكفو من شي وتخبر، ما كل رجل نمدحه لازا صار طق طبولها. كم واحد وده يجي مثلك لكنه ما قدر، كم واحد وده يجي مثلك لكنه ما قدر. اللي يحسب للخساير مستحيل يطولها. واختامها قولي يا ابن عمي والكلام المختصر، خلك كذا خلك كذا وأنا بقول أصولها. وسلامتكم. أما الآن فمع مشاركة شعرية يلقيها عليكم الشاعر مبارك بن كويع، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير وكل عام أنتم بخير إن شاء الله. أبدي باسم رب العباد المصلين، أبدي باسم رب العباد المصلين، هو خير مبدابه على كل حالي اللي خلقنا كل بونا من الطين الكامل. الله ما لغيره كمالي، الله ترحمنا نهار الموازين، ما غيرك اطلب يا عزيز الجلالي. وبعدها كيف دلها على الدين، برية جتني على شفة بالي، ما خدتها يا الربع سلفة وبعدين أخدتها يا الربع من رأس مالي. وبعدها كيف دله على الدين، برية جتني على شف بالي، ما خدتها يا الربع سلفة وبعدين أخدتها يا الربع من رأس مالي. يقطف زهور الورد وسط البساتين، وارد على عد قراحنا زلالي، بنات فكري حضرت يا سلاطين، قامت تسابق مثل وبلة الخيالي. اللي تجمل لغد العلم علمين في موقف ما فيه طولة اجدالي. وبعدها سلام، وبعدها سلام لك يحمر العين، تسليم تنترقى بروس الطوالي. مهدي ولد هذالة سقم المعادين، وعز الرفيز اللي حدتها الليالي. شجيع وافي من سلالة شجيعين، معربنا ما بين جد وخالي. مهدي ولد هذالة له موقف يبين، والله
وعشر نعام يا ابن الرجال مهدية ولد هذال ماخذه وساميهم بالمرجلة والطيب والراس عالي مع زملاه اللي على العزة ماشين ومع ربوعه منا بعيدة وموالية كريم سبلا ما يحس بالملايين في ماي وفي واجبها ما هو يحس بالريالي والجارة ما يشكي من الهم والشين دون القصير يبيعه حتى العيال يسعد الخوية والناس عندها عزيزين الكفوة ولا الهزل يلقى له اهزالي تستاهله تستاهله تستاهل الناموس مرها وثنتين لأنك جزلة وعلوم كلية جزالية جدك طيبك طيبك ترى من جد ما هو ابذا الحين شي على بالي وتوها طرالي جدك عوية تشهد لها جدك عوية تشهد لها الميادين يقابل الفريسة والفوز نالي جدك عويد عز كله ألقى حاطين عقيد قوم وما يهاب القتال مرحوم الله يرحمه قولوا آمين مرحوم الله يرحمه قولوا آمين فارس مواقيفه تهز الجبال مروس قومنا صاملين نوافين العزوة هلية فلقى ما تبالي صبيان مسرد صبيانه مسردهم صعوط المجانين رجاله تعرف مثل حد السلالي صبيان مسرد علمهم دايمنا زين من يقرب القنها فياهم ملالي صبيان مسرد لغد العلم علمين وافينا فعلوا مكرمين السبالي عندي على هذا السوالف براهين واللي يغطي الحق ياهم ملالي وصلوا على اللي يصلوا له المصلين محمد اللي كاملا بالخصال وسلامتكم. شارك فأبدع وكان خير من يمثل قبيلته في برنامج أعذب الأصوات حاز على مراكز متقدمة أردنا إكرامه فأكرمنا بحضوره الآن مع المنشد فلاح بن شتين المسردي. السلام عليكم الله يمسيكم بالخير جميع وارحبوا في محل المعازيب. يقول الشاعر غير قاصر في القبايل وفي روسك حطان احمد الله يوم ربي خلقني مسردي ولا زود على القبائل الحضور. هذه قصيدة الشاعر ناصر بن محبوب الجنوبي. يستاهل ليلي غدا يا سالي القلب ليل كانها على قلبي تشب الوقيده يا عنك ما في المهد طريق حاطين ولا ذكر فيها واحد من عبيده قم يا نذيبي لا غدا الليل ثلثين فوق اشهب اللوحات رقمه جديده لما انطلق كانه يشيله جناحين وليعترض كانه مهات فريده توانكه من مرده حطت اثنين وسبيره جعله فوق بديه حديده صنعة يهود ضامنينه من الشين فيها الكمك ضد العروق العنيدة سلم على هالجاش مني ملايين أهل الوفا وأهل العلوم الحميدة ربعي مسارد تنتظر الحفيفين
لجات حزات النكد والنكيدة تلقى مسارد تذبح لك الظين ورجالهم ما هو بأكثر رصيدة وسلم على المبارك وانحرش ثين ولا جيت عند الشيخ إلا القصيدة سلم على المبارك وانحرش ثين ولا جيت عند الشيخ إلا القصيدة نصه لخو ساج وصعوط المجانين سعد الغريب اللي دياره بعيدة عليكم جود نصه لخو ساج وصعوط المجانين سعد الغريب اللي دياره بعيدة يبشر اللي جيته بكبش المربين وعذوق صفري يتكسر جريده يبشر اللي جيته بكبش المربين وعذوق صفري يتكسر جريده أميرنا اللي لا غدا العلم علمين واليا غدا بين القبائل وعيده عليكم زود أميرنا اللي لا غدا العلم علمين واليا غدا بين القبائل وعيده أمارته من قبل صنع متاجين ما زيفها بالوصايد جديدة وسلامتكم الآن مع المنشد خالد بن جمل فليتفضل مشكورا مساكم الله بالخير جميع عندي بيتين وعندي مشاركة يا سلام الله سلام يا عم الحاضرين ينهدى للحفل واهل الحفل والليل فاه مرحبا مليون بالليل فانا زايرين مرحبا وعداد ما هل برق في سماه سلامتكم هذه قصيدة الشاعر حمد هادي المسدي يالله يلي بيدك العز والجاه يلي لخلات المخالق رافي يا من خلل عبدك ليابان ترفاه يا عالم غاية خفا كل خافي ألطف بحال اللي تبهذل بدنياه وداجب جميعا حن حياة وطافي يطرد وراء حظ عليك أنت مشكاه لا شك شاف من الزمان اختلافي من كثر ما له سار والناس بالله لو كان ناقص قال والناس وافي ومن قل ما بيده ترى الناس تشناه لو كان يسقيهم عسل قند صافي في المال كم ساس طمان وعلاه والفقر كم حطم روابع سنافي
لا شك ما للعبد عن حكم مولاه ما هزايم شر ولا حوافي. سلامتكم. ضيوفنا الكرام، أحببنا أن يكون المجال مفتوح. الآن نستمع لشيلة لراء الحفل، والمجال مفتوح لمن أراد اللعب، علما بأن الوقت محدود لدينا. الحالي زيادة يزيد بضيوف الليل فونا واحضر الظل.
الله لا يهينكم ويجمل حالكم. أترككم الآن مع شعراء القلطة وهم سعيد بن زهرة الحبابي، علي بن قحصان اليامي، سعيد بن بيرم اليامي، مشخص الفهري، مهدي بن مسفر الحبابي، مبارك بن كويع، فليتفضلوا مشكورين. عند ابن هذال ضاع الطيب وجهه سعدا للمراجل جعلها كلها له وصيل اسمي واسم ربعي اهل الطيب عودا ولد الابه اللي على العدوان باس شديد يا مرحبا.